إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع موقع لربح عملة الروبل. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع يتيح لك أن تربح الروبل عن طريق الاستثمار وشراء السيارات هي. وأيضا تصفح الموقع وذلك يساعدك على الربح المجاني، لأن لديه الربح المجاني والربح بالاستثمار بالنسبة للإحالة 10% لكل من متسجل عبر رابطك ويقوم بشراء السيارات. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط هنا هكذا، هنا اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر، نعيد كلمة السر، نضع هذا الرقم هنا، نضغط هنا، ثم هنا انسكريبسيون، سأتسجل وأعود. هذا هو الحساب، سنقوم بالترجمة. هنا حساب الإيداع، هنا حساب السحب، هنا إذا أردت السحب، هنا إذا أردت الإيداع، هنا تصفح المواقع. نضغط هكذا، انظروا، سننتظر العدد. هكذا 2، أعطانا 0.0270، نغلق النافذة. هكذا تصفح الموقع. هنا إذا أردت وضع موقعك في هذا الموقع للإشهار له، هنا الموقع التي وضعتها، هنا البروفايل، هنا للاستثمار نضغط هنا. هذه هي السيارات، هذه قيمتها 3000 روبل، تعطيك 12 روبل في الساعة. هذه 1000 روبل تعطيك 3.80 روبل في الساعة، هذه قيمتها 250 روبل تعطيك 0.93 روبل في الساعة، هذه قيمتها 50 روبل تعطيك 0.18 روبل في الساعة، وهذه قيمتها 10 روبل تعطيك 0.04 روبل في الساعة. بالنسبة للإحالة، هنا البونص اليومي، تضغط على هذا الإعلان هكذا، تقوم بإغلاقه ثم تضغط هكذا لتأخذ البونس. ومتحديث الصفحة يذهب إلى الإيداع، يذهب إلى السحب. رابط الإحالة، هو رابط الإحالة، 10% لكل من يتسجل عبر رابطك ويودع في الموقع. هنا إذا أردت وضع موقعك في هذا الموقع للإشهار له. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، سأترك لكم رابط هذا الموقع لمن أراد أن يربح بالاستثمار أو بدون استثمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.